السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم الهجرة الشرعية. فرصة أخرى رائعة للعمل في برلين الألمانية لمتحدثي اللغة العربية في شركة ويب سامت في ألمانيا بتمويل كامل، وتشمل مرتب شهري والإقامة ومميزات أخرى رائعة. العمل في هذه الشركة ويب سامت بألمانيا يعد كأفضل فرصة للعمل في برلين الألمانية لمتحدثي اللغة العربية. لذلك إن كنت مهتم ابقى معنا حتى نهاية هذا الفيديو لمعرفة كل التفاصيل والأجل وكيفية التقديم على هذه الفرصة. هذه الوظيفة تتمثل في منتج أي producer كمتحدث عربي، وعند الدخول على رابطهما الرسمي يمكننا أن نقرأ: نحن نبحث عن راوي قصص متحمس ولديه موهبة للجيل الرائد للانضمام إلى فريق المتحدثين ذوي الأداء العالمي كمنتج، حيث يعد هذا الفريق جزءا أساسيا من كل حدث نقوم به، ويعطي رؤية لأحداثنا من خلال اختيار المتحدثين واختيار محتوى وضع جدول الأعمال. يضمن فريق المتحدثين أن يتحدث أشخاص مثل ستيفن هوكينج ومارغريت فيستايجر وجاك دورسي في أحداثنا، وكذلك الشركات الناشئة الرائدة في العالم. من الناحية العملية، هذا يعني أن الفريق قادر على تحديد الموضوعات الأكثر صلة لمناقشتها على نطاق واسع من مراحل المحتوى، واختيار والحصول على أفضل المتحدثين في العالم للحضور للتحدث في أحداثنا. ويجدر الإشارة إلى عدم قبول المتحدثين الجيدين، ولكن اكتساب متحدثين رائعين فقط، وهو عقيدة مركزية لهذا الفريق. ونجد الدول المتاح لها التقديم، جميع دول العالم متاح لهم التقديم، فيمكنك التقديم مهما كانت جنسيتك ومهما كان بلدك. وهناك شيء رائع أنه لا يوجد حد أقصى للعمر، ولا تحتاج لشهادة لغة للتقديم لهذه الوظيفة، ولا يوجد رسوم عند إرسال طلبك، فهي فرصة مجانية تماما كما سبق وقلنا في أول هذا الفيديو. ويشمل العمل في برلين مميزات رائعة نجد: أولا، مطلوب متقدمين يجيدون اللغة العربية. ثانيا، المساعدة في توفير تأشيرة العمل في برلين. ثالثا، تذاكر السفر ذهاب وعودة مدفوعة ومضمونة. رابعا، راتب مرتفع. خامسا، تأمين صحي. سادسا، دفع نهاية الخدمة. والملفات المطلوبة لهذه الوظيفة فيشمل فقط في سيرة ذاتية. أما عن كيفية التقديم لهذا العمل، فللتقديم على هذه الفرصة يكفي الضغط على الرابط الذي سأتركه لكم في صندوق وصف هذا الفيديو، فتخرج لك هذه الصفحة. بعد ذلك املأ كل بياناتك من الاسم والإيميل الخاص بك ورقم الهاتف وبعض المعلومات عنك إن كنت تريد ذلك. بعد ذلك ستختار البلد من هنا Select، ثم تضغط على هذه الخانة. فقد يراسلونك طوال هذه المدة التي تقدر بعامين. بعد ذلك اضغط على Submit Application، وهكذا قد تكون قد سجلت. وآخر يوم للتقديم على هذه الفرصة سيكون يوم 28 يوليو 2023، فسارع بالتقديم على هذه الفرصة. أتمنى لكم حظ موفق. هذه كانت كل معلوماتنا لفيديو اليوم، أتمنى أن يكون قد أعجبكم وأفادكم. إن كان كذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب لدعمنا، والمشاركة في القناة إن كنت لم تشترك بعد لكي لا تضيع كل الفرص التي نقدمها، ومشاركة هذا الفيديو مع أصحابكم المهتمين بالهجرة، السفر، العمل أو الدراسة بالخارج. ألقاكم في فيديو قريب وفرصة جديدة بحول الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.